كل من شافني قال حرام أو مسكينة أو هذه تكسر الخاطر، والكل ظن إني ما أقدر أحقق إنجازات، بس انصدموا لما شافوني لوين أنا وصلت. دايما نقول إن إحنا أقوياء ونتحدى العقوبات وقدها وقدود، بس تبون الصدق هناك القوة وهناك التحدي وهناك التميز. زينب، من وين اكتسبتي كل هالطاقة الإيجابية؟ من أمي الصراحة، هي وقفت لي بمواقف ما أقدر أنساها، يعني في مواقف أنا ما قدرت أتخطاها ووقفت معاي، وأبدا ما راح أنساها الجميل إنها شلون وقفت معاي وحاولت تساعدني، ولولاها كان ما وصلت لما أنا عليه. هي صارت لي مو بس أم، هي صارت لي خالة، صارت لي صديقة، صارت لي أخت، صارت لي كل شيء، يعني صارت لي نصي الثاني، فالله يخليها لي. هل تشوفين ان الاعاقة هي عائق للنجاح؟ لا، ما يعتبر عائق للنجاح، دام اللي في بالنا احنا راح نسوي، دام عندنا اصرار وقوة وعزيمة اكيد راح نوصل اللي احنا نبيه حتى لو الكل وقف ضدنا. تواجهنا بحياتنا صعوبات واعاقات وايد، في منها اللي يفشل بتجاوزها وفي منها اللي ينجح، ولكن دايما نحاول نتخطى هالعقوبات ونتخلص منها. القوة وعدم الاستسلام والرغبة دايما توجهنا للفوز والنجاح. أنا قوية وأنا أقدر.